السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حبايبي متابعين قناة استوديا. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض إزاي نشبك الوحدات بتاعت وحدات الجراني أو الوحدات اللي بتعمل بيها المفارش والبطاطين. طبعا انت بتعملي العدد اللي انت عايزاه بالمقاس اللي انت عايزاه وبالشكل الباترون اللي انت عايزاه. دول الباترونات انا عملتها لكم في الفيديو اللي قبل كده، فإن شاء الله هعلمكم النهاردة إزاي تشبكوا الوحدات مع بعضها بطريقتين. اول حاجة بالطريقة بتاعت الابرة، ابرة الكروشيه، وبالطريقة التانية اللي هي ابرة التنظيف. اول حاجة هعمل لكم بطريقة ابرة الكروشيه. انا هستعمل هنا الخيط اللي هو الازرق عشان يبان لكم اكتر، عشان انت شغالة بنفس الباترون فالمفروض ان المقاسات كلها بتاعت الجوانب كلها المفروض تكون واحدة، بحيث ان الغرز كلها تكون قد بعضها وقصاد بعضها زي ما انتوا شايفين كده، كل الغرز والوحدات كلها قد بعض. هعمل هنا عقدة البداية بتاعتي، دي عقدة البداية تمام كده. وهبدأ اجيب طرفين دول، دي السلسلة بتاعتي من فوق. انا هشتغل في الغرزة اللي هي الخلفية بس، هشتغل في الجزء الخلفي او في السلسلة اللي هي الجزء الخلفي ده بس، من كل من الوحدة دي ومن من دي ومن دي، دي الخلفية بتاعتها. واول واحدة من هنا دي الخلفية بتاعتها، الجزء الخلفي بتاع السلسلة هدخل فيه بالإبرة بتاعتي بالشكل ده كده. الخيط بتاعي هدخله بحيث يبقى طالع من هنا من الجنبين بينهم كده بالظبط تمام. وهبدأ ألف الخيط بتاعي على الإبرة واسحبه واطلعه من الحلقات اللي عندي تمام كده. تمام، أنا هعملها لكم وهقرب لكم الصورة شوية بحيث ان هي تكون كده، ان انا اخلي كل سلسلتين قصاد بعض بحيث ان انا لما اجي اقفل في الاخر يبقى كل الشغل بتاعي مقفول مع بعض تمام. فانا هنا هشوف السلسله اللي بعدهم على طول، هي السلسله دي والسلسله دي. زي ما انتم شايفين انا بشتغل في الجزء الخلفي من كل سلسله، بشتغل في الجزء الخلفي من السلسله اللي هنا والجزء الخلفي من السلسله اللي قصادها، وبحاول ان انا اظبط السلاسل تكون قصاد بعض بالظبط. فانا عندي هنا الخيط اهو، هدخل في الجزء الخلفي من السلسلة دي وهدخل من الجزء الخلفي في السلسلة اللي جنبها، وعندي الخيط بتاعي هلفه واسحبه بره الحلقات اللي عندي، هدخل في السلسلة اللي بعدها دي والسلسلة اللي قصادها، هدخل في الجزء الخلفي بتاعها والف الخيط على الابرة واسحب. اللي بعدها هدخل في الجزء الخلفي ودي في الجزء الخلفي والف الخيط على الابرة واطلع من الحلقات اللي عندي. هدخل في السلسلة اللي بعدها الجزء الخلفي من هنا الجزء الخلفي من هنا والف الخيط واسحبه بالشكل ده. طبعا لما بكمل بقيه الشغل بتاعي بيبقى موصول بالشكل ده كده، وبحاول بقى ان انا اكمل كل الشغل بتاعي كله. طبعا هنا ده لما الغرز هتشد قصاد بعضها هيثبتوا قصاد بعض بالشكل ده كده. إبرة الكروشيه هعمل لكم طريقة تانية بإبرة التنظيف. احنا الجزء الأزرق ده عملناه بإبرة التنظيف، التشابك بإبرة التنظيف. احنا الجزء الأزرق ده عملناه بإبرة الكروشيه، عملناه ازاي ان احنا نعمل التشابك بإبرة الكروشيه. دلوقتي احنا هنعمل بإبرة التنظيف، هوريكم ازاي نعمل بإبرة التنظيف. عندي سلاسل، دي سلاسل من ورا ودي سلاسل من الجنب او من قدام، فانا بدخل في السلسلة من هنا من الجزء ده تمام،
الجزء ده مع الجزء اللي قصاده كده، طبعا ده ما اكون بادئه من الاول، بكون عامله العقده بتاعت البدايه بتاعتي وكل حاجه تمام. في اللي بعدها كده، ومن هنا اللي بعدها كده، ودي الجزء الخلفي بتاعها برضو. ومن هنا اللي قصدها ودي من هنا ودي زي ما انتوا شايفين كده. مش باين معايا خالص ان هي مشبوكة، باين كأنها الشغل كله واحد تمام. ندخل من هنا كده من هنا كده واللي قصدها بنفس الشكل كده، وبكمل بقية الشغل وبقية الوحدات بتاعتي كلها. زي ما تحبوا طبعا والمتاح ليكم، حابين تعملوا بالطريقة دي او حابين تعملوا بالطريقة دي. اتمنى تكون الطريقتين متاحين ليكم واستفدتم منهم. اتمنى يكون لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.